كمان كل لعيبه النادي الاهلي عندهم طموحات عظيمه جدا، لان دي البطوله الثالثه، خلي بال حضرتك، لهذا الجيل، البطوله الثالثه على التوالي، ان هم ممكن جدا ياخدوا على الاقل، يعني احنا نريد عايزينها عايزينهم ياخدوا الذهبيه، ولكن ممكن جدا يوصلوا البرونزيه، ممكن لا، لكن عندهم فرصه أحلام ذهبيه. يعني احلام الاحلام ورد يا اسلام. يعني انا بتكلم كل الناس بتقول لك يعني لو وصلت قبل النهائي هتوصل قدام ريال مدريد. صحيح. ليه لا، ما يكونش عندنا طموح؟ احنا دايما بنشتغل بالطموح، ودايما عندنا، خلي بالك، في امثله كثيره جدا كده حتى في الفتره اللي فاتت. المنتخب المغربي على سبيل المثال، مين كان قال انه ممكن المنتخب المغربي يوصل نصف نهائي كاس العالم؟ وبالتالي الطموحات موجوده، طموحات، خلي بالك، ديت بتخلق دوافع للعيبه، زي انت بتقول المره الثالثه على التوالي، فاللعيبه مش بعيد عن البطوله، الاجواء البطوله مش بعيد عليها، يعني حتى لو في اختلاف في الاجواء الطقس، لكن عارفين بالظبط، ودي خبرات كمان يكتسبها اللاعبين من وجودهم في البطوله. وليه لا، ان شاء الله باذن الله نوصل. يعني انا هقف عند ريال مدريد ونقول دي مباراه تاريخيه، ولكن خلينا نعدي كل مباراه بالظبط، مباراه مباراه، يعني نوصل ان شاء الله لابعد نقطه في هذه البطوله، ونعمل ان شاء الله نعمل حاجه كبيره، وليه لا ان شاء الله. طيب.